أستاذ غسان، ما رأيك بهذه الاتهامات التي يقدمها الرئيس بأن خصومه كل خصومه هم معرقلون للتدقيق المالي الجنائي، وأنهم كل الخصوم خصوم الرئيس عون ومن معه هم مسؤولون عن حالة التدهور التي في البلاد؟ في البداية تحية لك ولضيفك ولكل مشاهدي قناة الغد. يعني ربما من حق رئيس الجمهورية أن يفتش في نهاية عهده على إنجاز يدغدغ مشاعر اللبنانيين، خصوصا أنه يتعلق بشعار كبير جدا وهو أين ذهبت الودائع المالية في المصارف. لذلك هو يطرح التدقيق الجنائي ويصر عليه ويحاول اليوم أن يحوله إلى أشبه بشعار انتخابي قد يستفيد منه التيار الوطني الحر. لكن في كل الأحوال التدقيق الجنائي وهو أمر مهم جدا يحتاج إلى تحديد، فأي شكل من أشكال التدقيق الجنائي نريد، ومن أين نبدأ، وفي أي مكان وفي أي زمان. فهل نحن نريد تدقيقا شاملا في كل المشاريع والمؤسسات والإدارات الرسمية والصناديق؟ لا، نريد أم أننا فقط في مصرف تدقيقا لبنان محدودا؟ وهل الهدف، وأنا أقول، وهل الهدف من هذا التدقيق هو فقط مصرف لبنان لتصفية حسابات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامي ومع الجهات السياسية التي تدعمه؟ وهل المطلوب فقط التدقيق في حسابات مثلا كصندوق الجنوب لاستهداف الرئيس نبيه بري وحركة أمل، أم في مجلس الإنماء والإعمار لاستهداف وتصفية الحساب مع تيار المستقبل، أم في صندوق المهجرين للنيل من وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي، علما أن هناك وزارة الطاقة وموضوع الكهرباء الذي صرف عليه 45 مليار دولار منذ 2005 وغاية اليوم، ولا تأتي الكهرباء في لبنان اليوم أكثر من ساعتين. وطبعا في لبنان البلد القائم على التوازنات والقائم على الحساسيات الطائفية والسياسية والمذهبية، لكل جهة لبنانية وجهة نظر، وبالتالي فإن كل مسؤول سيعمل على حماية جماعته أو منع التدقيق في المؤسسة أو في الإدارة المحسوبة عليه بمفردها، خصوصا إذا كان بمفردها. وهل هذا التدقيق أيضا سيبدأ بعد اتفاق الطائف، أي من العام 1992، أو بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعودة الرئيس ميشيل عون إلى لبنان؟ تقصد هنا إجمالا أستاذ عريفي بأن حتى دعوة الرئيس لمعالجة